السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو مختلف عن الفيديو السابق. بالفيديو السابق قلت النصائح يعني عامة، بس بهذا الفيديو راح أقول نصائح وهي مو تعتبر نصائح وإنما أمور جدا جدا مهمة. يعني مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، احذر تسافر قبل ما تعرفه. طبعا ثاني لابس إيش سويت قبل شوية، وتويتي جيت ام الدوام وكانت ثلج، يعني نص الصبح الثلج، اليوم درجة الحرارة سالب 2 مثل ما تعرفون، وقلت لكم انه بهاي ادفى من الباقي المدن، يعني باقي المدن سالب 6 سالب 12 وسالب 21، اكو مدن سالب يعتبر ادفى، بس اليوم ثلج من الصبح لحد الان. وصورت فيديو قصير راح اشوف لكم اياه هسه قبل ما ابدي بالامور اللي هي بعنوان الفيديو. راح تشوفون الفيديو اللي هو الثلج اللي اني صورته، فتابعوا. عليك التاويل لك قلت لك وراك اين دور لك لا في ناس ما فينا مسا يستاذك في شلون بابا تكلا Это очень холодно. Да. Очень. Хорошая погода. Это хорошая погода, да. Это очень хорошая. Красивая? Красивая, да. Красивая. انت ما سدني اوه هذيك لا طقا طقا نامي عثمان. مثل ما شفتوا بالفيديو طبعا كان ينزل ثلج هوايه، وهذا الثلج اول ما اخذنا استراحه، يعني مو مثل محاضرتين بالكورس اللغه، محاضره تبدي بال 11 الا ربع الى ساعه بال 12 ونص، بعدين استراحه نص ساعه، بعدين الى 2 ونص او 3 الا ربع. فهذا الفيديو كان تقريبا 12 ونص، او اذا طلعنا قبل 12 ونص، يعني هذا الموضوع خلصناه فطلعتنا قبل 5 دقائق. فمثل ما تشوفون هذا الفيديو، وهاي الصورة حخلي لكم اياها هنا. هاي الصورة اول ما خلصنا، طبعا من طلعنا خلصنا بالثنتين ونص طلعنا، فهاي الصورة مقابل شوي على اليمنى المكان اللي انا ساكن بيه. شوفوا الثلج مثل ما شفتوا شلون ثلج، ويعني الجو كلش حلو، بس لابس هاي الهدوم ما حسيت ببرد. يعني هسه هذا قميص وفوقها هاي القمصة، يعني صار قمصرة زينة يعني تدفي هاي، بس بعد البرد الزين بعد شهر الجاي تصير سالب 20 وسالب هنا سالب قالوا 30 هم يجوز توصل بهاي المدينة. أما غير مدن لا تحكي سالب 40 سالب 60 كوما توصل درجة الحرارة، فلازم واحد يدفى. المهم هسه راح نجي على الأمور اللي راح أحكيها هسه، اللي هي طبعا مثل ما قلت جدا جدا مهمة. الشيء الاول، اول ما تنزل بالمطار احذر 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 انك تروح لغير مكان. يعني اكو طلاب يجون مثلا من روسيا، يروح على مثلا شلون، اكو مثلا طلاب هو يعني مو ملتزمين، هو يفون يروح قبل بعد ما شاف اول ما فات روسيا غير يروح يحط غراضه يحط شيء، لا قبل راح وين عملها على الباب شغلات اول ما ينزل. وطبعا خاف تجي ويا طلاب النوب يقول لك امشي خل نروح خل نتونس خل نفطر قبل ما نروح وما ادري شنو، حتى اذا ما يقول لك مالها وبارا غيرها، حتى قالوا لك تعال خل نمشي نطلع من المطار نفطر نشوف روسيا قبل ما نروح. دير بالك اول شيء تروح على المكان السكن مالك، اذا ما اشوف منه احد يستقبلك انت يعني حاجز قبل ما تروح. اول ما تروح تنزل من المطار تحط طياره، بتنزل من الطياره تروح تأجر لك سيارة أو شوف أحد يستقبلك يوديك على السكن مالك مباشرة، لا تروح لأي مكان. إذا أحد قال لك روح أحد ما أدري شنو أحد هاي دير بالك. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، طبعا أول ما تجي أنت يعني حتى أول يوم أول ما توصل ورا يوم ورا يومين، إذا تشوف مثلا عرب عراقيين ما أدري شنو يجي يقول لك
يقعد يقنعك يعني يقعد يحاول يجرك شلون يشوف ايدي يجر لسانك يقول انت شنو اللي تريد جاي هنا شوفك شنو انت شنو تدور يعني لو هو مثلا يقول لك تعال انت شنو تريد فدير بالك من هالشغله ظل متمسك بمبادئك وباخلاقك ولا تروح هيك ولا تروح هيك مثلا اعطيكم مثال من واحد يوصل يشوفوه مثلا خصوصا اذا ويا عراقيين او غير يعني من جماعه الدان غير دول يعني مو كل شيء يعني يختلطون به خصوصا اذا من الدوله مالته راح يقولوا له انت هيك وانت وانت روح هيك وشوف البنات هنا وبنات هيك وبنات هيك وتقدر البنيه انت بس تشوفك هيك خصوصا اذا عراقيين عندهم فلوس وتيجي عليك هي وبس أسرها مبارك تيجي تنام وياك وما أدري شنو يعني يخلوا لك روسيا فيلم إباحي مو دولة يعني بالضبط بدون أي مبالغة يعني يخلوا لك البنات هنا هيك يعني كل شيء ما أحبهم طبعاً قالوا لي هم نفس الشيء وما أعرف إيش فما اهتميت لأي شيء ولكن حجوا فهو اللي قل له هي قل له واحد هنا يجي ما يغير دينه فأو قل له لا تحجوا بهذا شيء فرد نوب يعني سكت لا تخلى تنطي أي مجال فرد نوب فقالوا لي والله هي إذا عندك فلوس هي تقول بنيك تجيك ويعني سووها مثل ما قلت لكم فيلم إباحي مو دولة قلت عشان السالفة فجيت ما صدقتهم طبعا قلت عشان ما معقولة هيك طبعا كل دولة بيها بنات هيك وبنات هيك حتى مثلا هي بأمريكا وبكاليفورنيا وهاي دي شيء اللي بيها فساد فرد نوب أما مو لهالدرجة تجيك واحدة هي إلا إذا ممكن ذني ما أدري أنكم لاس فيغاس ما أدري وين دي شيء ما صار هي مدن يعني مشهورة بهاي الشغلات المهم يعني تجي هنا البنات ما لا يقترب يمك ولا الليلة إذا أنت رحت عليهم أو ذاكم أماكن تروح عليها مال بيوت دعارة ما أعرف أي سوالف يعني إلا إذا تروح عليهم وتنطيهم فلوس وهاي الله ما تجي واحدة وهي ما تشتريش ما كويس السالفة خصوصا البشار يعني مو ذني البنات من هالنوع البنات العاديات وهاي تجي هنا ما تسوي لك تمشي لا حتى جسمها حتى ما تبغى عليك حتى إذا كان عندك فلوس أو عندك مدري شنو إلا إذا مثلاً تجد عندك سيارة من هذين الغالية غالية حيل مثلاً بورش لامبورغيني فراري ما أعرفه ما أعتقد إنه نادر جداً ما يجي طالب وعنده سيارة فراري أو هذين الشغلات يعني هاي يعني ممكن يقعدون يأخذون صور يقعدون يحجون وياك بس يعني هم مو قبل إلا إذا أنت قلت لها أصعد وياي وخلنا نروح هاي أكو رسم يوافقون يعني مثل ما قلت إذا أنت تروح عليهم مثلا عندك موبايل ايفون مليار حتى مو هذا ايفون اكس ماك عادي طلع يجوز يبغون عليه يعني يقول اي شيء شوي يشوفون ان عندك مثلا موبايل مميز او فد هدومك مميزه او يعني ساعه غاليه عادي اي شيء يعني ما يسوون لك اي شيء ويجوز بس قلت لك بس يبغون يعني يسوي واحد وان على كيس يتسمون شويه ويروحون بس ما تجي وحده مثل ما يسولفوا لك لا تصدق اي شيء من ذني الشغلات تروح تلتزم ما حد يجي يمك ما يعني حصل ويقول لك والله الروس عراكين وبيسك حارشون ما قيت حكي يعني إذا أنت حتى إذا مثلاً طخيت بواحد عاد مثلاً حتى لو بلادك ما تضخ بواحد تعتذر تقول لهم يعني إيش بس أو تشتغل إيش ما يسوي لك إيش يعني ما تسمع والله عراكين تتكونون راح تروح هناك وما أعرف إيش ويلتمون عليك ما قيت سوالف تلتزم ما حد يجمعك تمشي عدل يمشون لك عدل تمشي عوج يتأكد كل ما قيت يعني واحد انت يمشي عاوج ويمشي وياك عادل بالنسبة للشرطة الشرطة طبعا ما يجون يم احد ولا منهم شاق بحد ولا اي شيء يعني ما يقول اعتقالات ما تعرفهم ماكو على الحكي مثلا تسمع جزء من مكاتب من غير شيء صراحة يعني هاي السالفة بس شنو عندك انت اذا تجي طالب جديد انت روح مثلا يوم يومين انت روح على مركز الشرطة يقول لهم اريد ابصم طقوا لي صورة وهذا و يعني إذا ما مو إلا تحتاج بس إذا يعني اللي قالوا لك شرطة شافوك بالشارع وحكوا وياك حتى إذا حكوا بالروسي وقالوا لك يمشي أصعد ويانا بالسيارة لا تنهزم دير بالك تنهزم يعني إذا تنهزم يعني راح يشكون إنه عندك أنت عندك شيء وأنت ما تري أنت ما فهم عليهم يعني عبالهم أنت عبالك راح يسوي لك شيء بس هم جايين على مود البصمة وعلى مود الصورة لا تنهزم حتى لو قالوا لك اصعد ويانا بسيارة الشرطة لا تنهزم لأنه يعني إذا انهزمت راح يهزموك شلون يعتقلوك اعتقاد قدام الناس يكلبشوك ويصعدوك عبالك مسوي لهم فهم مسوي شغلة وإذا انهزمت يجوز يضربون طلقات وراك يعني لا تنهزم يعني قالوا لك امشي امشي عادي ما يسوي لك أي شيء يعني أنت تعرف نفسك ما مسوي شيء ما يسوي لك شيء
ولا تشكي والله خاف ها احد مبلغ علي احد ما ادري شنو احد هاي وخاف انا مسوي قالوا لي لا تخاف من هاي الشغله المخابرات هنا عندهم مليار بالمية اذا انت ما مسوي شيء اذا احد قال لك جاء بلغ عليك يعرفوك انت وين بالضبط يعني الثاني على العالم بالمخابرات يعرفون كل شيء وين تروح وين تجي وشنو بالمضبوط اذا حتى اذا احد قال لك والله انت ما مسوي شيء يقول لك هذا سوى شيء ما راح يصدقوا قبلنا في جماعتنا بالعراق المخبر السري قبل طب اعتقالات ذيك لا يتأكدون منه 100% الله يجون عليه فإذا جمع لك شرطة بالبداية فاعرف أنه هاي عمود البصمة عمود الصورة فدير بالك تنهزم لأنه راح يعتقلوك يعني يحضنون أن عندك شيء ويأخذ مركز الشرطة يطلق لك صورة وبصمات إيدك يأخذوها وحتى المال مبايض الآي دي مال مبايض كلها يأخذوه حتى يعرفون أنه هذا طالب وخاف يسوي شيء أنه فدير بالك تنهزم هذا الشيء اللي قلته الشيء الآخر بالنسبة للبنات إذا أكو طالبات يريدون يدرسون يجون يدرسون بروسيا طبعا يعني ما أشجع وما أنصح أي بنية تجي وحدها إلا إذا يجي أحد من يعني أبوها من قرايبها مو قرايبها بن عمها كذا أنا شرعت استفاد نفس الشيء نفس حالة حال غريب أخوها أبوها زوجها ذا متزوجة تجي تدرس هنا لا تخاف من شيء ما حد يجي يمها ولا حد يتحرش فيها ولا أي شيء بس ننصح انه تبتعد عن اللي بلعدها العرب اللي المسلمين يعني مو طبعا مو كيف يقول لك هذول يتحدي يحكي عن المسلمين هاي لا بس الاكثرية هنا أنا تبتعد عن العرب وخاصة اللي ببلدها يعني العرب اللي من بلدها وطبعا هي مبينة تعرف الواحد تعرفها من تبع عليها وتعرف تصرفها تعرف هذا شنو وهذا شنو فهذا الشيء اللي بتقوله طبعا تجي هنا تقول والله ها وخاصة المحجبات يعني تجي هنا تقول والله ها راح يمنعون الحجاب ها خاف انا هيج خاف انا هيج لا حتى اذا تلبس واحد لابس خمار يعني نقاب يسموه بوشية بالعراقي ما يسوي لها اي سوره اختار من يمها ولا احد يحكي وياها بسانتين لا بالجامعة ولا بالشارع ولا احد يتحرش بها ولا احد يقول انت ليش ولا شرطة ولا اكل شيء ما يسوي لها بالبداية تشوف كلش نادر يعني يلبس محجبات اما هسه لا يعني زادوا يعني يوميه اثنين ثلاثة محجبات وحجاب مضبوط بالملم لا مثلا وحدة تطلع شعرها من هنا ولا ما اعرف ايش ولا شلون مسوي حجاب ما ادري شلون ولا هاي لا شعره ما طالع حجاب 100% ومثل يمكن شفتوا بالفيديو مال الحفل اللي صار مال بالجامعة مال تعريف ثقافات الطلاب الاجانب شفتوا يمكن طالبة وطالبتين طلعت بالفيديو يعني هيك رقصة سريعة طبعا حكيت وياها وهاي بس انه قالت لا ما اريد يعني يطلع بها فحذفته فطلع بالتصوير على السريع شفت واحدة روسية هاي حتى مو يعني عربي يقول والله اخاف يجي محجبة وهي مسلمة لا روسية هاي وشفت الحجاب مالته مضموط بالملم ما شعره ما طالع حتى لابس يمكن ما اتذكر كانت جبة او يعني هم الهدوم طويلة فتجي هنا لا صديقاتها يضحكون عليها ولا ها والله شوف هنا ما حد يجي يمك واحدة ما ادري شنو المتحجبة حافظة على حجابك ما حد يجامك ما حد يتعرض لك بالعكس يحترموها بالزاوية خصوصا الولد والهاي يشوفون محجبة حتى يعني قسم مو يعني ذول اللي فرد نوب اللي قلتها على متجنبهم يعني يشوفون واحدة محجبة حتى ما راح يعني ما يبون عليها حتى يقولون محجبة مسلمة ما يعرفون حتى الروس محجبة مسلمة خط أحمر قبل الدروجة ما يبون عليه وبس اللي ذول يعني تعرف الواحد من يبين عليه من أخلاقه تشوفه هيجي تتجنبه يعني يجي منا تفوت منا لا تختلط بيهم لا البنات من اللي شوف حتى اذا بنات وياها بالقسم الداخلي او تسكن بشقة او باي شيء تشوف واحدة او حتى بالنسبة هذا حتى بالنسبة حتى للولد تشوف واحد يعني اخلاقه ما ادري شلون لا تنطي مجال لا تقول ها والله تستحي منه او يقول لا اخاف عيب احكي وياه هيك لا بدنا لا تنطي مجال فرده بانه من تنطي مجال راح يستغلك ويحكي اكثر واكثر واكثر ويحاول يسحبك يقول ليش هذا خوش هذا هذا وانا هيك لا اريد يسحبه لا تنطي مجال ابد اول ما تشوف بي سوالف ما ادري شلونها روح عوفه وروح لا تحكي وياه قول لا تحكي وياه ما تحكي وياك يعني هيك يعني مو يعني تتكون وياه بس تقول له لا تحكي وياه هيك ما اريد انا عندي هيك يعني اريد احافظ على نفسي جيت هنا ادرس ما جيت عمود غير اشياء لانه اكو طلاب هنا جايين مع عمود الدراسه ولا عمود اي شيء يعني جايين ما مداومين عرفت واحد يعني جاي قبل 6 اشهر ما ادري ايش كيف ما مداوم لحد الان اهله دازي وصافين عليه فلوس صافين عليه شيء حتى يدرس هو ما جاي وين ملتحي بارات بنات ما يعرفها يركض وراهم
فدير بالك دير بالك دير بالك من تشوف واحد ها تشوفه تشوك بي يعني مو تشوك بي يعني تشوفه قدامك انت مبين محتاج تشوك انه تعرف يدور غير سوالف لا تجيمه اصلا لا تنطيه مجال اذا اقول لك تعال خل نروح قل له سكت قبل قل له ما ادري اروح تروح روح حدك انت انا جاي هنا على ادرس ما جاي على ايش احكي وياه هيك لا تنطيه مجال قل له انا خاف عيب خاف ما ادري شنو اللاعب ولا ما ادري شنو ونفس ما قلت بالفيديو ذاك يعني تجنب الواحد مثل ما قلت انه شلون بلوك بالفيسبوك انطي بلوك وروح من غير مكان لا تحكي وياه ولا احكي وياك بعد فهو من يشوفك هيك بعد لا يروح يدور غيرك خاف يقول اذا شافك ايش يعني قوي وما تنطيته مجال راح يشوف غيره يقول ايش عندي انا احاول وياه هذا راح اشوف غيره يلين وياي واسحبه وياي فهذا الشيء الشيء الاخر اللي ردت احكي عنه هو جدا جدا مهم همات السوالف المكاتب طبعا المكاتب راح احكي عنها في فيديو خاص كامل راح اسميه كيف يخدعك هكذا يخدعك المكاتب او يعني شيء مقارب هسه راح احكي عن انه من تدرس سنه تحضيريه وتخلصها راح يقول لك واني نطيني هالقد 20 ورقه 30 ورقه شوف 10 ورقات ايش قد ما يقول لك وخاصه اذا تدرس بالانجليزي يقول لك نطيني هالقد ولا تمتحن انا نجحك نطيني هالقد انا ارشيم وهاي دير بالك دير بالك دير بالك اكو كومه طلاب صارت بماي سالفه وينطوا فلوس ولا ينجحون ولا شيء بس يخسرون فلوس ويرجعون نوب يتبهدلون بهدله مو طبيعيه وحتى بس واذا اضطريت ان شفت نفسك انت يعني خاف للضمات تدفع فلوس طبعا لا تدفع لا تدفع ما انصحك ابد طبعا هي يمكن حتى محرم يمكن ما يصير يعني انت راح تنجح بالغش بس اذا يعني اضطريت وما ادري شنو تروح امتحن حتى اذا ما قاري روح انت دافع فلوس تقول انا لا ما اريد اروح الامتحان فهذا فلوس راح انجح لا روح امتحن حتى اذا ما تجاوب زين يعني يعني انت شلون ما تروح تمتحن وتدفع فلوس بدون نجحوك يعني ما يخالف دفعت فلوس دفعت فلوس لل المدرسين والعميد المدرسين هو وقول ان هم من هذا النوع اللي يرتشون وياخذون فلوس وما ادري شنو شلون ينجحوك انت دفتر اصلا ما عندك على الاقل لو دفتر حتى لو فارغ يقولون والله هذا دفتر ينحلوا لك عليه درجه اذا انت اصلا دفتر ما عندك شلون ينجحوك وين يحطون الدرجه غير على دفترك على المكان الشيء اللي امتحنت به فلازم تروح تمتحن حتى اذا قالوا لك دين الشغلات يعني راح يسولك اياها سهله وماكو منهم طبعا المكاتب اكثر ناس نصابين يمكن بكل شيء هسه بالفيديو اللي راح اسويه ورا هذا او والفيديو الثالث راح احكي بالتفصيل شنو يحكون وياك اهل المكاتب شلون يقنعوك شلون يخدعوك شنو الرسائل اللي يسووها بالتفصيل الممل شو يعني حتى تفهمون زين ودير بالكم دير بالكم شنو عن طريق مكتب اريد يجي يتواصل وياي اسوي له دعوه اسوي له اعرف واحد زوجته روسيه هو يسوي كل شيء وارخص من المكاتب كل شيء ويتكفل وياك يطلع وياك مترجم ما اعرف ايش كل شيء يسويها وياك اما المكتب يدزك ياخذ فلوسك يخدعك ما ادري كنت راح احكي فيديو مفصل واحده عن سوالف المكاتب وشنو يسوون هذا الشيء الاخير ما اعتقد او شو ممكن هسه اشوف اذا اكو شيء نوب مهم جدا بالنسبة قلت لهم يعني دير بالك تدفع دير بالك تدفع دير بالك تدفع هاي ثلاث مرات وعدتها كوما انه لا تصدق بكلام احد يعني لازم تروح تمتحن سؤال فرام عن راح يقول لك يعني مثل سعادتها مرتين او ثلاث مرات بس راح عيدها النوم انه دير بالك تدفع يقول لك انا ادفع ما عليك انا اضمنك انا ما ادري شنو هو لا ياخذ فلوس ويروح شنو يضمن جامعة ما نجحتك ايش راح يصير يقول له يقول لك ها والله انا هيك عبالي ايش راح تستفاد من عبالي مالته وحتى فلوس طبعا مليار بالمئة ما راح ارجع لك اياها يقول لك والله انا انطيتها انا ارجع لك اياها ويطلع يجيب لك تجي منها يجيك منها ويفرك ما ادري منين يضيع فلوسك دير بالك فهذا الشيء اللي حكيت عنه بذاك الفيديو بس اللي ما شافه راح خليك مرابط بالوصف مال الفيديو تعريف زاد نصائح مهمه بس راح احكي عنه بالنسبه لهذا طبعا من قلت لكم اشتريته وقال لي سكاد ب 1800 روبل يعني طلع 36000 وانا مره سالت طلع ب 299 روبل يعني طلع اقل من 6000 دينار فمثال الشيء مهم جدا قلت انت بنفسك تروح تشتري حتى اذا ما تعرف ولا كلمه روسي بالمترجم مال الموبايل اكتب بالعربي ترجم تصيد صوت تصيد كتابه هم يفتهمون عليك قول لهم هذا ايش سعرها روح اشتري انطيهم فلوس بنفسك لا توصي اي احد واذا توصي احد روح اسال بنفسك بالسوق ايش قد الاسعار لانه يستغلوك يشوفون انت ما تعرف انت ما عرف ايش دير بالك والشيء الاخير اللي اريد احكي عنه
انه الفلوس من تجي هنا اذا بعدك ما يعني واحد اللي يجي فلوس الدولارات لا تاخذها مختومه لانه اكو هوايه هنا بنوك ما ياخذها اذا مختومه ما ياخذها او يصرف لك اياها بفلوس اقل فهي نفس الشيء فتروح انت بالصايره فتقول له اريد انا اريد فلوس ما مختومه خلي بدي حتى اذا عندك مختومه نفس السعر راح تعطيه 100 دولار مختوم رجع لك 100 دولار ما مختوم بالعراق يمشي او باي دوله يمشي بس بروسيا يعني اذا جاء طالب اجنبي اكثريتهم ما ياخذون منه فلوس مختومه الا اذا بالسوق السوداء وما الدنيا بس انت معناته طالب جديد تروح بالسوق السوداء عصابات وما اعرف ايش يعني يصير خطر عليك فاحسن تروح تصرف بالبنك او بالاسترن يونيون او باي شيء فبس شنو هم هذول ياخذون فلوس ما مختومه وبناء وشيء مرتبط بهذا نفسه بالبلد مالك ان كان العراق او كان غيره بعض اهل الصيرفة راح يقولون والله هذا ما يعرف ومضطر وها شي يقولون لك مثلا قول الدولار 100 ب 126000 مثلا شي يقول لك يقول لك والله المختوم 126000 اذا المو مختوم بيجي يعطيك اياه ب 140000 يقول لك 140 يا بليش يقول لك لا والله هاي اغلى والله هاي ما مختومه يعني قليل من عدها فاني هاي سعرها اغلى دير بالك ترى نفس السعر مو اغلى اذا قال لك اغلى قل له مع السلامه راح اصرف على غيرك نفس السعر لا واحد يقول لك اغلى وما ادري شنو 50 دولار تطلع تقريبا 65 ايش قد تطلع اي تقريبا 63000 50 دولار يقول لك لا والله بساعه اصرف لك 70 انه هاي ليش ما مختومه تريد مختومه عند يقول لك عندي موجود شوف عندي تيد مختومه عندك 65000 بس ما مختومة بسبعين بخمسة وسبعين ألف أصرف لك إياها ليش والله هاي ما مختومة يعني قليلة يعني ما سفارة هاي ما أدري شنو لا يضحك عليك كلهن نفس السعر ما قال لك مو نفس السعر وراح صرف على غيره أكو وقال له أنت ما تنصرف أكو غيرك يصرف وهذا الأشياء المهمة ما أعرف إن شفت نسيت شيء أو لا إذا طبعا إذا نسينا شيء وشفت إنه أشياء مهمة النوب موجودة راح أحكيها بغير فيديوهات وإن شاء الله يكونون استفاديتوا من هذا الفيديو وتسووه والأشياء اللي قلت لكم عليها دير بالكم تسووها أو اللي قلت لكم سووها أنا جيت هنا وشفت شغلات وشفت حكي فأنا إذا أنا أبهكم وشغلات ذني جدا جدا مهمة لأنه ممكن تخسر نفسك أو تخسر فلوسك تخسر كل شيء يجوز يقولوا لك ادفع تدفع ما يشعوك ترجع للعراق وتخسر الأول والتالي فسوالف ذول النصابين كون حذر ولهنا أنا أكون وصلت لنهاية الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم واستفاديتوا من عنده ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك الفيديو إذا عجبكم وإذا ما عجبكم اضغطوا ديسلايك وقولوا ليش ما عجبكم وشنو اللي شفتوه مو زين بالفيديو وإذا شاعتكم أي أسئلة أي استفسارات عن الدراسة عن الأماكن عن أي شيء أي شيء يخطر ببالكم اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله راح اجاوبكم بالفيديو الجاي او اللي وراه او اسوي فيديو خاص الاجابه عن اسئلتكم مع السلامه.